مع بداية العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، عادت المخاوف التي ترافق نفس الموعد مع كل مرة والمتعلقة بتغول ثالوث المال الجهوية والعروشية على اختيارات فرسان الأحزاب في سباق الوصول لمجلس الأمة. ما دفع بالتشكيلات السياسية بمختلف مشاربها للمطالبة بتشديد الرقابة والتصدي للتجاوزات. نلتزم في حزب شباب التحرير الوطني وندعو مختلف الشركاء السياسيين الآخرين المشاركين في هذه الانتخابات إلى أن يكون هذا الاستحقاق الانتخابي محطة هامة في تصفية كل ما له صلة بالممارسات المشبوهة، سواء تعلق الأمر بالمال الفاسد أو بشراء الذمم أو أيضا بإشعال نعرات الجهوية والقبلية. ممارسات وثقافات سلبية ترسخت في الطبقة السياسية وألقت بظلالها على نزاهة العمل السياسي، كما أفرغت كلمة النضال من محتواها السياسي، وبات المال والعروشية جسر عبور نحو المؤسسات التشريعية. قضاء المال الفاسد هو ثقافة سياسية يجب أن تكون لدى الناخبين ولدى المترشحين أيضا لهذه الاستحقاقات ولدى الحكومة كحكومة بأجهزتها الأمنية والإدارية، لأن المال الفاسد أصبح منظومة تحاول أن ترث العصابة وتستفيد من الموروث الكبير لبقايا الفساد، وبالتالي لابد أن تتضافر عدة جهود. ثم نحن نوجه نداء إلى الأحزاب السياسية أن تحاول دفع النخب المثقفة والشباب إلى هذه المستويات وأن تبتعد عن المقاولة بالسياسة. تجديد الرقابة على العمل السياسي بات حتمية تتماشى مع الإصلاحات التي باشرتها السلطات العليا من خلال ضرورة تغيير قواعد العمل السياسي.